حلو سهل وسريع بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل بيت. بيحتاج 3 مكونات فقط وخلال 5 دقائق فقط يصبح جاهز. متوفر لدي منجا، دراك تفاح وعنب. ادهن القالب بزيت ثم اضيف الفواكة، ممكن إضافة أي نوع متوفر لديكم. ثم نضيف بسكويت شاي أو أي نوع متوفر يمكن استخدامه. نخفف مقدار الحليب عند تجهيز الكريم كراميل. نستخدم ظرف الكراميل المرفق مع بكيت أو كريم كراميل للتزيين وقت التقديم. نضعه على النار مع التحريك المستمر، ثم نرفعه عن النار عندما يغلي. نتركه يهدأ دقيقتين، ثم نضيفه بهدوء فوق البسكويت والفواكة. يمكن استخدام قوالب الكيك الألمنيوم أو السيليكون. استخدام السيليكون أفضل لأنه لا يلتصق أبدا. يفضل أن نحضره قبل ليلة أو 5 إلى 6 ساعات على الأقل. نضيف ظرف الكراميل وقت التقديم. جربوه وادعوا لي، سهل وسريع ولا يحتاج وقت والطعم روعة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا المتابعة.